السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الثالث، مرحبا بكم في درس جديد من دروس العلوم، دروس حياتية شيقة رائعة مرتبطة بحياتنا دائما. درس اليوم عن القوة، درس اليوم عن القوة. القوة لو جربنا ووضعنا سطح بميل معين وجربنا تحريك كرة على هذا السطح، تحركت الكرة، شاهد معي، تحركت الكرة على هذا السطح. طيب لو قمنا بتثبيت بزيادة ميل هذا السطح وقمنا بتحريك الكرة، بالتأكيد أنها من لاحظ شيء؟ أحسنت، كلما زاد ميل السطح زادت سرعة الكرة، أحسنت، برافو عليك. إذا عندما كان السطح أقل ميلا كانت سرعة الكرة بمقدار معين، وعندما رفعنا ميل هذا السطح من هذه النقطة إلى تلك النقطة زاد الميل فزادت سرعة الكرة. طيب هذا يقودنا إلى سؤال درس اليوم، ما القوة؟ ما القوة؟ القوة يا شباب مؤثر يغير الحالة الحركية للجسم، وهي قوة سحب أو دفع. تاني يا شباب، القوة مؤثر يغير الحالة الحركية للجسم، وهي قوة سحب أو قوة دفع، كما رأينا في النشاط يا شباب. عندما كان السطح أقل ميلا تحركت الكرة بسرعة أقل، عندما زدنا ميل السطح تحركت الكرة بسرعة أكبر. وقد يكون هذا المؤثر المعروف بالقوة قوة سحب أو دفع. ما الفرق بين السحب والدفع؟ السحب أنني أقوم بسحب الجسم ناحية، الدفع أن أقوم بدفعه للأمام، أن أقوم بدفع الجسم بعيدا عني، هذا ما يعرف بالسحب والدفع. إذا يا شباب القوة مؤثر يغير الحالة الحركية للجسم، وهي قوة سحب أو دفع. قد تكون هذه القوة قوة سحب أو قوة دفع. طيب اعطيني مثال مثال حياتي على كده. أحسنت، برافو عليك. عندما نكون نلعب في حديقة المنزل فقد أربط سيارتي وأسحبها خلفي، هذا يعرف بالسحب. أو قد أضع أخي الصغير فيها وأدفعها أمامي، هذا يعرف بالدفع. والذي أثر على جسم السيارة وغير من حالتها من السكون إلى الحركة أو زاد من سرعتها، هذا يعرف بالقوة، هذا يعرف بإيه؟ بالقوة. أحسنت يا شباب، وقد تكون القوة قوة سحب أو قوة دفع. أقول مثال ثاني، مثل أني ألعب في حديقة المنزل، سيارتي ربطتها بحبل وضعت أخي الصغير فيها، قمت بسحبها خلفي، هذه هو سحب. وضعت أخي الصغير في السيارة ودفيتها أمامي، قمت بدفعها، هذا يعرف بقوة الدفع، هذا يعرف بقوة الدفع. أحسنت يا شباب. إذا تاني، القوة مؤثر يغير الحالة الحركية للجسم، وهي قوة سحب أو قوة دفع. أحسنت. طيب تغير الحركة، ما تغير الحركة؟ تغير الحركة وتغير القوة، تغير القوة، القوة المؤثرة على الجسم، تغير من حركة الجسم، فقد تعمل على تحريك الجسم بسرعة زائدة، أو قد تبطئ من حركة الجسم، أو قد توقفه. ثانية شوية، تغير الحركة، تغير القوة المؤثرة على الجسم، قد يؤدي إلى سرعة الجسم، وقد يؤدي إلى إبطاء الجسم، وقد يؤدي إلى توقف الجسم. طيب يا أستاذ أعطني أمثلة حياتية حتى يتضح لي الأمر. أنت إذا قمت بتحريك جسم ما، فلنفترض أنك تلعب بالكرة، إذا قمت بركل الكرة بقوة تندفع الكرة بسرعة رهيبة جدا، على الطرف الآخر يمكن لزميلك أن يبطئ من حركة الكرة أو أن يوقف حركة الكرة، فهناك قوة
قد حركت الكرة بسرعة كبيرة جدا، وهي ايه؟ بالضبط كده، الرجل الرجولة التي قمت بركة الكرة بها، دفعت الكرة بسرعة عالية. الطرف الآخر زميلك الذي أوقف الكرة أو أبطأ من حركتها قوة، أبطأ من حركة الكرة أو عمل على توقف. إذا تغير الحركة، تغير الحركة أن القوة تغير من حالة الجسم، فقد تعمل على تحريكه بسرعة أو إبطاءه أو حتى توقفه أو حتى توقف. هذا ما يعرف القوة المؤثرة على الجسم. طيب نقطة هامة يا شباب، ما أنواع القوى؟ ما أنواع القوى؟ ما هي أنواع القوى المؤثرة على الأجسام التي قد تزيد من سرعتها أو تبطئ من سرعتها أو قد تحمل على توقفها؟ هناك الكثير من أنواع القوى، أهمها ما يعرف بقوى التلامس وقوى بدون تلامس. أي أن هناك قوى إذا تطلق تأثيرها على الجسم لابد أن يحصل تلامس بينها وبين الجسم، مثل قوة دفع الباب أو ضرب الكرة. دفع الباب، والله يلزمني بدخول حجرة المعمل إن أنا أمسك الباب وأدفع الباب، تلامس، مسكت أكرة الباب وقمت بدفع الباب، فهذه القوة تسمى قوة التلامس. أيضا ركل الكرة نوع من قوة التلامس، فلولا لمس رجلي للكرة ما تحركت الكرة، هذه لابد أن تكون قوة بالتلامس. فهل هناك قوة بدون تلامس؟ نعم، هناك قوة بدون تلامس. أشهر أنواع هذه القوة هي القوة المغناطيسية وقوة الجاذبية. القوة المغناطيسية هي أنك إذا جربت مغناطيس ناحية أشياء مصنوعة من الحديد يجذب هذه الأشياء. معروف أن المغناطيس عبارة عن أحد أنواع الحديد التي تقوم بجذب لا خاصية، جذب الأشياء المصنوعة من الحديد. الجاذبية هي القوة التي تعمل على التجاذب بين جسمين، وأشهرها طبعا الجاذبية الأرضية، وهي نوع من الجاذبية يقوم يعني بجذب الماء والهواء وكل ما على الأرض يجعله ثابتا على الأرض. ممتاز، أحسنتم يا شباب. طيب كأمثلة على قوة التلامس والقوة بدون التلامس، ذكر الدرس أهم هذه القوة، القوة المغناطيسية والقوة الجاذبية كدليل على قوة بدون تلامس. الوزن والاحتكاك، الوزن يعتبر قوة مؤثرة بدون تلامس أيضا، الاحتكاك لا قوة يلزمها تلامس. طيب القوة المغناطيسية قلنا إن هي قوة تقوم على التجاذب بين الايه؟ بين المغناطيس والاشياء المصنوعه من الحديد، او هي القوة الموجوده في المغناطيس التي تعمل على جذب الاشياء المصنوعه من الحديد. الجاذبيه قوة تعمل على التجاذب بين الايه؟ الاجسام. طبعا لولا الجاذبيه ما استقرت بنا الحياه على الارض، ولا ما استطعنا المشي والحركه والذهاب للعمل، وان اشياءنا تظل في اماكنها لولا قوة الجاذبيه الايه؟ الارضيه. الوزن، الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم. إذا الوزن يحدث بتأثير من الجاذبية. فأنا عندما أقدر وزن شيء فإنني أقدر مقدار جذب الأرض لهذا الجسم. طيب الاحتكاك، الاحتكاك يحدث بين سطحين متلامسين. إذا هي قوة، قوة تلامس، قوة إيه؟ تلامس، أحسنتم. الاحتكاك، والله الاحتكاك هو اللي بيخليني يا شباب ثابت على الارض، اتحرك بحريه، لا والله ما في بلل في الارض او في شيء ممكن يعني يؤدي الى سقوطي على الارض، لا لا، قوة الاحتكاك قوة تعمل على ثبات الاجسام على الارض، لولا قوة الاحتكاك ما استطاعت السيارة ان تتوقف، ففرامل حبة السيارة يعني جهاز توقف السيارة يعمل على مبدأ الاحتكاك بين سطحين جسمين متلامسين. وقوة الاحتكاك قوة تعمل في عكس قوة الدفع، في عكس اتجاه قوة الدفع، وتعمل قوة الاحتكاك على إبقاء الأجسام أو توقفها. فأنت إذا ما ركبت كرة لا تستمر والله بالحركة على طول إلى أن تنتهي من الملعب ثم تخرج خارج الملعب وتسير في الشوارع، لا لا،
التوقف، ما الذي عمل على توقف الكرة؟ أن قوى الدفع أخذت في الانحصار، وقوى الاحتكاك ما بين سطح الكرة وأرضية الملعب أخذت في الذيالة، إلى أن تغلبت قوى الاحتكاك على قوى الدفع فتوقفت الكرة، فتوقفت الكرة، وهذا ما يعرف بقوى الاحتكاك. إذن يا شباب، في نهاية درس اليوم الذي نتحدث فيه عن القوى، كان أهم النقاط أن القوى مؤثر يغير الحالة الحركية للجسم، وهي قوة سحب أو قوة دفع. يعني يا شباب اسمعوا مني، الله يعلم، ممتازين. هي مؤثر يغير الحالة الحركية للجسم، وهي قوة سحب أو قوة دفع. ممتازين. طيب، تغير الحركة، وإيش تغير الحركة؟ قلنا في الدفع أن تغير القوة، أن تغير القوة من حالة من حركة الأجسام، فقد تعمل على تحريك جسم بسرعة أو إبطاء جسم آخر، أو تعمل على توقف جسم متحرك. تكلمنا أيضا عن أنواع القوى، وتحدثنا عن نوعين مهمين من أنواع القوى، قوى التلامس وقوى بدون تلامس، وأعطينا أمثلة على قوى التلامس، قوى دفع الباب أو دفع الكرة، مرة الكرة، قوى بدون تلامس، قوى المغناطيسية أو قوى الجاذبية، تحدث بدون تلامس. المغناطيس يجذب الأشياء المصنوعة من الحديد بدون أن يلمسها. الجاذبية تعمل على جذب الأشياء ناحية الأرض دون أن يحدث بينها تلامس. وضربنا أمثلة على أنواع القوى: القوى المغناطيسية، القوى الجاذبية، الوزن والاحتكاك. أحسنتم يا شباب، بارك الله فيكم ونفع الله بكم الأمة، وجزاكم الله خيرا، وإلى أن نلتقي في درس علوم آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.